هذه رسالة، هذه رسالة. لحظة، أنت ضد فكرة الاستغراق في المحلية يعني؟ أنا ضد فكرة الاستغراق، خاصة نحن يعني ببلدنا بعقلنا كيف صرنا عم نفكر. يعني مثلا ابن الغربية متعصب مع ابن الشرقية، أوقات مثلا بسمع أنت مسلم أنت مسيحي، مثلا أنا ابن العيلة الفلانية أنت ابن مين. طب هول أمتين نحن بدنا نخلص منهم؟ يعني أمتين نحن أمتين أنت يا إنسان بدك تبطل أسير اللون والطائفة والدين والمذهب؟ أمتين هو بدنا نخلص منهم؟ يعني هول بضلني أنا أفكر إنه كفنان وكإنسان لبنانية، يعني هو الإنسان أهم شيء، إنه يكون إنسان صادق، هيدي أهم شيء شو ما كانت جنسيته بالوطن العربي. ولك عن جد بتستاهل تكوني سعادة سفيرة. عن جد بتستاهل تكوني سعادة سفيرة. لا بس انه عن جد نحن لازم نبلش نفكر هيك. بس اللي عم بيلطش على البلاتو مش انا. اي لا لا اكيد. انت اللي عم بتلطش. ما فهمت لطشي انا. في لطشي؟ بسحبها. ما فهمت لطشي. لا. شو كمان رح تقولي بهالاطار عن حضرتي حلقة الموسيقى قرب الحمبركات والرسائل اللي وجهها لحضرتي؟ أكيد لحضرتك. إيه لحضرتك. أكيد حضرته. ليش فيني ما أحضر أبو مجد أنا؟ أيوة. ما فيني ما أحضر. ليه ما غنيتي بعد من ألحان لأبو مجد؟ ظروف، يعني ظروف ما. ظروف شو؟ ما ساقبت. ظروف شو؟ 10452 كيلومتر مربعنا عن لبنان. هلا لحظة، هلا أنا ما بدي جاوب يعني. ليه؟ ما بدي جاوب على قال لك ملحن بركات شيء ما بدك تجاوبي ما قال. ما اول شيء انا يعني ما بسمح لحالي انه جاوب على الموسيقار ملحن بركات، اول شيء لانه هو فنان كبير ومهم طبعا، وانه بعدين لانه يعني استاذ ملحن قد البابا ويمكن اكبر، فانا البابا يعني اذا بيوجه لي كلمه ما بسترجي رد عليه. نعم. ما عندي، بس انا كمان يعني مثل ما حكيت يعني بقول انه يا ريت هالجينيراسيون القديمه جيل بتشوف حالنا، يعني بتشوف حالها فينا مثل ما نحن دائما بنشوف حالنا فيها وبنقدرها على طول وبنعتبرها مثلنا الاعلى. يعني انا كنت بتمنى انه نوصل لهال تفكير يعني. بس ابو مجد ما شكك بنجوميتك، يعني ما قال انه ما شكك ولا ثانيه بنجوميتك، بس عنده قضية الأغنية اللبنانية، يعني هيدي إياها كانت بالأساس. هون اسمحي لي افتحي لين هيك نانسي، لأنه من يوم ما يعني مشكور أبو مجد لبى الدعوة على السنة الرابعة، يعني الموسم الرابع لمايسترو، إجا ضيف حل ضيف، من الانترفيو لليوم عم بسمع كثير حكي وكلام، والكلام بيفور أوقات حول حلقة أبو مجد. بدي أقول للمشاهدين الكرام، امبارح أسامة الرحباني كان كمان ضيفي مشكور، وضح ما وضحه بحلقته، حضرتي كمان اليوم، وسمعت انه ابو مجد فعلا بيعزك وفعلا بيعز وائل كفوري، وتاكدت انه صار في اتصال بينه وبين وائل كفوري كمان، وبدي اجزم على موضوع انه بنهايه الحلقه هو كمان هيك منفعل وقلبه كبير، يعني بكبر مقامه ومكانته بالفن اللبناني والفن العربي هالقد كبير. يعني ما عندنا شك ابدا انه يعني كنت عم اقول لك انه موسيقار كبير، وانه لو يعني انا بشوف ابو مجد بيبي كبير قلبه مثل الطفل من جوا. صح الله يطول بعمره. بدي اسمع شيء لابو مجد بصوتك. انا غنيت لك بحلقاتنا قبل يا حب اللي غاب. هلا شو يا حب اللي غاب؟ اي غنية شو بدي غني؟ جيت بوقتك تعال ننسى. طب معلي اذا غنيت له شيء له إيه؟ يعني اذا وجهت اغنيه له بدي اهديها، بس هي مش له، يعني مش هو بغنيها. طيب غني غنيه هديه له، بعدين غنيه له. اوكي من ارشيف. وشو بدك تهدي اول شيء؟ بدي اهدي من اغانيك. لا اوكي بدي اهدي غنيه خيي. نبيل عجرم. مش حبيبك انا، مش غرامك انا، مش حياتك انا، ليش معذبني؟ حب العذاب حبيبي منك لما يكون بحبك كذاب، بس الكذب بيضة تكون ظالم قاسم وجع راسي، بس بتعجبني.
ايوه. اول شيء بدي احيي خيك الفنان نبيل عجرم. انا كمان بتشوفيه بيصير نجم اول؟ خيك بتشوفيه لخيك يعني انه بيصير ستار اي بلس؟ ان شاء الله يعني. هو اكيد مش بهالسهوله هيدي ابدا. مشوار الفن صعب كثير صعب، و يعني انا اختبرته وبعدني عم بختبره لهلا. كثير صعب ويعني مش بالسهوله ابدا انه الواحد يفكر بالنجوميه بصير نجم ابدا. بده يشتغل. شو بتنصحي؟ بده يتعب وبده يسهر وبده كثير هيك يكون مش متشبص يعني برايه الواحد، يعني دائما ياخذ راي غيره ويكون دائما قابل للجدل، يعني يكون ياخذ ويعطي مع الناس. خيي انت بتعرف انه انا يعني خيي نقطه ضعفي ولا؟ بعرف اكيد بعرف. خيي من الاشخاص اللي عنده يعني عنده ميزه خاصه انه كثير هيك يعني بحب راي الناس وبياخذ كثير براي الناس وهيك. وانا برايي هذا الانسان اللي عنده حشريه وطموح بينجح بالحياه، يعني عاده اذا واحد عم يعمل شغله بحبها وبيسال عنها وعنده حشريه دائما انه يعرف هذا بينجح بحياته. شو بحب من اغانيك نبيل؟ خيي بحب كثير الفن يعني، وانا لو ما شايفته انه بحب الفن ما كنت حده. فيعني طالما بس تشوف انسان بحب شيء وحابب انه يعمله ما فيك ما توقف حده. احييتوا حفله مشتركه، يعني هذا الحفل رح يغنوا آل عجرم. عندنا حفلات كثير انا وياه، بس بعد ما احييت حفله انا وياه يعني مره كنت عم غني بس انه بمحل وكان سهران مع اصحابه. فغنيت له غنيته وطلع على المسرح. ناسي ممكن تعملوا ديو انت ونبيل؟ هلا انا مش مفكره بفكره ديو ابدا ابدا، لا مع نبيل ولا مع حدا. لا ليش؟ ما بحب هلا لانه ديو يعني. ديو انت بعدين نصير حب، بس هلا يعني انه ما بلاقيها الي انا. لانه ديو انت وائل طار من ايدك. نعم الديو انت وائل طار من ايدك ولا لا؟ ما انا طيرته. ايوه كيف؟ وصلت كيف؟ طار. ايها الغنيه اللي غنتها يارا؟ لا لا انا اصلا يعني نحن لا سمعنا لا غنية ولا شيء، نحن حكينا مره ومش انا حكيت يعني سمير بس سفير. انتشرت يعني الخبريه بالدنيا كلها انه في ديو بين ناسي الملحن و... سمير سفير مره. نعم. حكي و بنحييه لاستاذ سمير وأنا سفير وانا كمان ويعني حكينا هيك انه مرور الكرام وما عدنا حكينا يعني حتى مش مكتوبه الغنيه ولا ملحنه ولا عرفت يعني الكاميرا تعرف مثلاً. شو يعني انت طيرتي الديو؟ شو يعني انت اللي طيرتي؟ يعني ما قصدي اقول لك انه انا مش مع الديو اصلا يعني. حكينا بالموضوع مش انا حكيت. أوكي. عرفت بس شو كانت الغنية؟ ما كان في غنية اصلا. ما كان في غنية اصلا. اوكي بتخافي المقارنة يعني بس تعملي ديو؟ يعني اذا عملتي انت ووائل مثلا مين حبيبي انا نوال الزهبي ووائل كفوري انه يتقارنوا الديو، اذا عملتي انت وفضل شاكر يتقارنوا فضل ويارا مع بعض او فضل شيرين او فضل نوال؟ لا اذا صوتهم انه حلو على بعض واذا صوتهم بيلبق لبعض ليش لا؟ بالعكس يعني انا بشوف انه وائل ويارا بيلبق صوتهم على بعض يمكن اكثر مني انا ووائل. عرفت؟ فلا اكيد انه انا برسم نجاح دائما هيدا اللي عم بقوله لانه يارا صوتها حلو كثير ووائل اكيد فلا يعني بينجحوا سوا اكيد. سمعت الديو اللي غنتها يارا انه بين يارا ووائل؟ بعيوني؟ اسمع لا بالحلقه معي؟ لا ما سمعتيها. سمعت ديو قبل عملت ديو مع يارا وفضل اخذني معك كثير ناجح حلو؟ اكيد كثير حلو كان. حلوة الغنية بتحبيها؟ كثير. كيف بتغنيها يارا؟ بدك غني بارت يارا أكيد بارت يارا وإذا بدك بارت فضل أخذني معك بالجو الحلو خليني معك السرح يا حلو جمالك جمال جمالك جمال مش عادي وجاييني بكلام جاييني بزمان مش عادي توعدني بأمان توعدني بأمان لقيني بمكان تننسى الزمان.